عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤالين ممكن تسأله؟ السؤال الأول، الفرق بين النبي والرسول ما هو؟ الرسول على أحد الأقوال، لأن الأقوال فيها تضارب شديد، الرسول الذي أوحي إليه وكلف برسالة يبعثها للناس وله شرع جديد، أما شرع قد يوافق في جزء منه الرسول الذي قبله، أما النبي الذي نبئ نال شرف النبوة ولكن لم ينزل عليه تشريع جديد على قول من الأقوال، كما قال تعالى في شأن يعني الرسول اصبر علي اسمع الأول، كما قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور على موسى عليه السلام، وموسى رسول ونبي، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، فالأنبياء الذين من بعد موسى عليه السلام يحكمون بالتوراة، يحكمون بالتوراة التي نزلت على موسى صلى الله عليه وسلم. وجاء عيسى عليه الصلاة والسلام قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فعيسى رسول ونبي عليه الصلاة والسلام، تبع أيضا شريعة موسى لكن جاء ببعض الأشياء فيها تحليل وتحريم لأمور حرمت وأمور أحلت. نعم تفضل. السؤال الثاني، في أنبياء ما كان معهم كتب، يعني على الكتاب اللي قبلهم اشتغلوا عليه؟ لو في كتب الأغلبهم عنده كتب، يعني يا رب على ما أنزلوا كتاب، يعني مثال مثل التوراة مثلا بعد سيدنا موسى عليه السلام، لا في مثلا انبياء اجوا ما معهم كتاب مثلا يشتغلوا على الكتاب سيدنا موسى عليه السلام التوراة في الشريعة، لكن ليس في يعني ما اجوا كتاب الشريعة. لا لا، ممكن كتب في الشريعة، ممكن كتب يعني كلياته نزل عليه القرآن، يعني مثال يعني يا اخي بس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا اخي الكلام نزل عليه القرآن يا اخي افهم كلهم. استغفر الله. السلام عليكم. عليكم السلام. انا بعتذر منك شيخ، يكمل لي الجواب معلش. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، فقوله وما أنزل إلى إسماعيل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، هؤلاء ما ذكرت أسماء كتب لهم في القرآن الكريم كالتوراة والإنجيل والزبور والصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، إنما قيل بصفة عامة وإنه لفي زبور الأولين. زبور الأولين يعني الكتب التي أنزلها الله على الأولين، ونحوه إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فهو عام نبيين من بعده، فالأنبياء يتيم وحي، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب، يعني أيوب أيضا أوحي إليه، وأيوب كما أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال بعض العلماء في الفروق من فرضوا بشريعة إنما تبعوا شريعة من قبلهم، لكن أوحي إليهم، ومن أوحي إليهم بعض المواعظ يعظون بها أقوامهم أيضا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا عليه السلام 5 كلمات فكأنه تقاصر في تبليغهن، فقال له عيسى عليه السلام يا يحيى إما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن أنا، قال بل أبلغهن، وهي أن النبي عليه الصلاة ذكر 5 كلمات ومنها الشيطان يكون أحدكم، لكن إذا ذكر الله دخل حسنا حصينا الحديث. فهذه بعض الفروق،
لكن ليس القول في التفريق بين النبي والرسول قول واحد متفق عليه، إنما هي أقوال واجتهادات. بارك الله فيك. جزاك الله خير. السلام.